انا عندي سؤال زي هيك، بين سبورت دولار، سبورت قوة مائلة 10 35، تمام. عندي زي هيك طلب من الانترنال فورس عند السي، سي موجودة على سطح افقي، اذا محور اكس هيك، محور واي هيك، قطعت عند سي، محور اكس هيك، اذا النورمال هيك طالعة من السطح دائما، والشير هيك، والمومنت من تحت لفوق. ولو بدي اخذ الجزء اليمين حسب الجزء الاسفل، تكون النورمال عكس اللي جنبها، والفي عكس اللي جنبها، والمومنت عكس اللي جنبها. هذا اشي ما عارفينه. عندي هون قوة مائلة زاوية 30، قوة 10، عندي اي واي اي اكس، تمام. انا هسه بدي اوجد النورمال فورس. النورمال فورس راح احكي له سيجما اف اكس تساوي زيرو لهذا الشكل. بروح سيجما اف اكس كيف شكله؟ اكس قلنا افقي يعني هيك، فانا بدي كل القوة تيجي على السطح الافقي، يعني هاي على السطح الافقي النورمال اه، بكتب ام الاي اكس على السطح الافقي اه، السطح الافقي زائد اي اكس. طيب العشر كوسين 30 على السطح الافقي؟ لا مش على السطح الافقي. شو بعمل؟ بحللها، فبتصير عندي 10 كوساين 30، 10 ساين 30. طيب 10 كوساين 30 عندي صارت ايش على المحور؟ زائد 10 كوساين 30 تساوي زيرو. اي اكس تكون معي، وهي تكون معي، انه بيطلع معي طلعت معي موجبة بحط الموجبة، طلعت معي سالبة بحط السالبة. يعني في اسئلة دكتور بقول لك the sign of normal force بس بده الاشارة، فاذا انا حليت زي هيك ان تطلع سالبي. شير فورس، شير فورس على محور واي، بدي اقول له سيجما اف واي تساوي زيرو، عندي الفي لتحت سالب في، عندي العشرة ساين الثلاثين على المحور هاي اه سالب 10 ساين 30، عندي اي واي على المحور العمودي اه زائد اي واي تساوي زيرو، بتطلع معي في، برضو بطلب مني ساين اوف في. والمومنت بحكي مومنت عند السي، سيجما مومنت عند السي تساوي زيرو، بحسب المسافات هاي ام السي، وعندي هاي بتحل بتعمل مومنت، هاي بتعملش مومنت، هاي بتعمل مومنت، بطلع هون بطلع عندي الام السي. طيب الفكرة الثانية، اذا كان عندي سؤال زي هيك، هاي النقطة سي، هاي اي اكس، اي واي، واي اي اكس، تمام. بدي السي، السي موجود على محور يكون مائل، اذا هذا محور اكس وهذا محور واي، يعني تلونهم بلون ثاني، محور اكس محور واي مثلا، او واي لتحت، ما بديش بهمني بس المسميات. قطعت عند السي، في عندي اي اكس، اي واي عمودية زي هيك، واكس افقية زي هيك، واحنا قلنا المحور تبعنا النورمال عندي هيك طالعة منه، والشير لازم تكون عمودية عليه، والمومنت من تحت لفوق. طيب بدي اوجد انا سيجما اف الاكس تساوي زيرو. طيب الاكس كيف شكلها؟ الاكس شكلها هيك، فانا بدي كل القوى تكون هيك، يعني الاي اكس هاي بدي امسكها واحطها على هذا، والاي واي هاي بدي امسكها واحللها على هذا، لانه هاي عمودية، هاي عمودية يعني هيك، والاي اكس هيك. طيب انا بدي اياها، انا بدي اياها على هذا المحور، انا بدي اياها على هذا المحور، فاذا هاي الزاوية ثيتا راح تكون هاي اي اكس كوساين ثيتا. اذا كانت هاي الزاوية هسه هاي هيك، هذا محور امتداده، اذا كانت هاي الزاوية ثيتا تكون هاي اي واي ساين ثيتا، مثل اي كوساين ثيتا، حسب شو الزاوية انا كيف اطلعها. سيجما اف اكس صار بالاتجاه هذا كامل تساوي زيرو، بقول له اي اكس كوساين ثيتا زائد النورمال زائد اي واي كوساين ثيتا تساوي زيرو، بتطلع معي. طيب الشير، الشير نفس الطريقة، سيجما اف الواي
اتجاهه هيك تساوي زيرو. ال V على نفس الاتجاه سالب V. وال AX كوس هسا ال AX اتجاهها هيك، أنا بدي إياها هيك تكون، بدي إياها تكون مايلة على هذا المحور. فشو بعمل؟ إذا هذيك كوساين هاي كوساين، سالب AX ساين ثيتا. طيب وال AY بدي أحللها على المحور هذاك تكون زائد AY ساين ثيتا. بس أهم شي بتعامل مع الزاوية هاي الفكرة بس.